وقف الخلق وقف الخلق وقف الخلق ساعة البر فين بطاقة؟ ما بشيلش بطاقة. ما بتشيلش بطاقة ليه؟ ما عنديش جيب ورا. عبيط يعني انت بتعرف معايا؟ لا سعادتك سعادتك معايا كارنيه. ايوه كارنيه ايه ده ان شاء الله؟ كارنيه مركز شباب نادي الحبانية. وبتلعب ايه بقى في نادي الحبانية ده بقى؟ كرة ناء. كرة ناء؟ سعادتك. لا طب ليه يالا؟ ولا حاجة سعادتك. شوف شو وشك في الشارع ده تاني. ليه هم لغوه ولا ايه؟ انجز بقى. طب الساعة اتقطعت سعادتك. أنا ابن منى وكمان ابن منى ده أنا هنفخك هفضل أنفخ فيك لحد ما تكبر 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 يبقى عندك 80 سنة عشان منى. يا عم اعمل إنبي غلطنا نزلني من النبي. إيه يا عم اللي أنت عاملاه في الواد ده يا عم؟ أصلاً شيلك مش عارفة تربي. شيلك وتنجيد بقى وكل حرام عليك ياما ده عيال صغيره دي شعرفها بس يا حبيبي خلاص بقى ياما ينفع كده الكلام ده عليك يا حبيبي يلا حميده انا هخش امتحان نحو الاميه اله ربنا ينجحك قادر يا كريم قصر طب غمض عينك الاول طيب او حبيبتي كل حاجه في الدنيا تكون طالما احنا لسه مع بعض حبيبتي كل حاجة تهون مدان احنا لسه مع بعض المشاعر هي اللي هترجعني تاني صدقيني بليف مي بليف مي المشاعر هي اللي هترجعني تاني صدقيني بلوبيف 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 امبارح كتبت فيكي قصيدة شعر لازم تسمعيها امبارح كتبت قصيدة شعر فيك لازم تسمعي والنبي طب استنى استنى قول بقى مش فاكرها دلوقتي يا راجل طيب ما تقول بقى يا اخويا وانت واقف صدر حالك اسمع يا ست انت يا بت عاملة ايه بوس بوس الحضن الحضن مشتاق مشتاق الشوق الشوق ودي يا ودي ولي يا ولي حلو حلو من طرف اخوك اللمبي رايك بقى انت اللي كتبتها يا لمبي نزل عليها الواحد وانا يعني كنتش عارفه يعني انك بتحبني قوي كده ولوبيب ظبطتني يعني ايه يا بنت ابويا ايه اللي لدعى اتفقت على البيت يا اخويا بنتي امانة هي بقت اتفاجئة كده البوس البوس الحضن الحضن ايه اتشليت ولا ايه بنت مكسوفة خلاص خلاص بس خلي بالك حمودة بيحوم حالين ابويا ابي حوم هيعضوا يعني ولا ايه عايز اتجوزني وهنا ابويا فلوس ده انا عارف فتحة ده انا اوديكم داهية ابلغ عنكم انا بقول لك بس عشان تشاهل قبل ما ياكل دماغ ابويا ربنا يسهل يا نوسه جايه تنكد علينا ماشي انا ماشي ما تجيبش دوتش كبد قولي بقى ان انت جايه تاكل كبد اديك حقها على الجزمه القديمه نبعت مين اللي يقدر ياخدك مني ده انا دغدغ الدنيا ازلزل الزلازيل بحبك يا بنت قالها ابن فرنسا يا لهوي سلام سلام الحمد لله نسيت الشندوشت بص حبيب شندوتشتك في ايدك قلمك ومسطرتك في كيسك مذاكرتك في دماغك مطوتك في جيبك اللي يقول لك غشش نقطعه اوعك تغشش حد حاضر يا مامي غش انت 4 جنيه بعد الامتحان تجيب لك ازازه كبيره يلا يا ابني ربنا يوفقك اظن احنا في بعض وعيب امسك حد بيغش وانا بيتكلم على جنبه الامتحان سهل خالص هتختاروا اجابه رقم 1 أو 2 أو 3 تفضلوا ها
عمقك ولا ايه؟ اتجننت من اول سؤال. لو سمحت يا باشا. نعم. السؤال الاول ده اختار واحد ولا اتنين ولا تلاتة؟ انت بتستهبل. طب خلاص خلاص، اول مرة تثبت التثبيتة دي. انت لو برا كنت غزيتك في نظارتك. بص في ورقتك وجاوب لوحدك. ماشي يا عم الحنجرة. بطل في ورقتك. مالك يا حاج قرفان مني كده زي ما اكون في حبهان تحت درسك؟ ليه القرف ده كله؟ ما ذاكرتش الايام اللي فاتت. وانت ما ذاكرتش ليه طول حياتك؟ جاي تاخد نحو الاميه وانت بتخلص؟ بطل كلام انت وهو، بص في ورقتك. اختار ايه يا حاج؟ اختار ايه طب؟ اي حاجه طيب يعني. اي حاجه اعملها قبل اخرتك يعني. ما انت كده كده ميت يعني. كده الو مين معايا؟ معجب سروري اسلم عليك واذهب. صاحب المزاج يستنى اوان المانجا يا اخويا، لكن انت رمضان وطفل. اعلم ان لسانك سيف، واعلم اني خجول مهذب، وان عينيك بحر غضوب. طب ما انا برضو يعني يا اخويا يعني برضو ست يعني وعندي مشاعر يعني واحاسيس. واني اقتحمتك من دون مركب. يا بيت شكرا جزيلا لهذا القبول. وانا اللي فكرك مؤدبة. عجيب اللقانة وصمتك اعجب. يا سبي شايفني بكانة؟ لم ادري ان السلام عليك يطير بقلبي الى غير كوكب. ومصحب لديك براسية. محمد حسين السواق الجديد يا فندم. بتعرف تسوق؟ دلوني بحمادة. حمادة العربي خالتي. لازم سلاحك يا حمودة. ايه 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 حبيب حمادة وحشنا يا رايز. ايه يا الله، ايه المانجايه اللي جايه دي؟ انت محمد حسين؟ دلوني بحماده. اتفضل يلا تعالى وراي. يا ريت. ايه انا قلت انا جيت. فين الشنطه؟ اهي يا باشا. مش عارف اقول لك، دي مهمه جدا في حياتي. طب حطها هنا. حاضر يا باشا. الوحش منين؟ عزبة ابو قليطة. منين من ابو قليطة؟ في القليطة نفسها. هو الوحش منين؟ انت فاكر الذاكره ولا بتعيد الخناقه من الاول؟ يلا امي بقى تعفرطي في قلب البدله بقى تتلولو زي تعبان جواها في الرقص. في الحقيقه انا بطلت الرقص. انت جاي تطوب هنا؟ انا من ساعه ما شفت حضرتك وانا متوجسه خيفه منك. نعم. طب يرضي حضرتك ان انا ارقص لناس بالمستوى ده؟ انا اكاد اجزم ان مفيش ولا واحد فيهم عنده ايميل ادرس ولا حتى اي سي كيو. طب يعني ايه الضرر في ده؟ انت حضرتك بتتكلم كده ليه؟ جهاز النطق عندك يعني مخارج الفاظك مش. طب في دكتور فوناتكس كويس قوي انا اعرفه، اديني الايميل ادريس بتاعك وانا ابعت لك عنوانه. انا zizi@hotmail.com. انا رزرا قابل مذيعه من نط تي. بص يا بنت الحلال، انا هسيبك تتخلصي من الامراض اللي عندك دي، ها؟ لانك هترقصي هترقصي ازاي بقى؟ ما اعرفش. تضربي لك حجرين، تتشقلبي في ازازه كبيره، اللي انت عايزه تعمليه، بس المهم ارجع الاقيك مدرمغه على المصحه. ازو لايت واتس جوين اون يو جو بانانا. الولية دي. ما هذه الضحيكه؟ هذه ضحيكه الدعاره. وما هي الدعاره؟ الدعاره انظر يا نفسك وتتعلم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. بقى هي دي صفة الرحم؟
ربنا ينفخ فخات كويسة الأخ يا رب. في حال جاهد